وتعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا لاتحاد الكرة المصري. كابتن علاء نبيل كان مديرا فنيا لنادي زد في قطاع الناشئين، واحد في الثلاث سنين اللي فاتوا اللي عمل تطوير كبير جدا وعمل توأمة مع كبرى الأندية في العالم، في العالم، من لندن لألمانيا لإنجلترا لمليون ألف حتة، وكان الكابتن علاء نبيل هو على رأس المنظومة. كابتن علاء نبيل كان ليه دور كبير جدا الفترة اللي فاتت في طلوع عدد كبير من الناشئين سواء خارج مصر أو لأندية أخرى. هو الحقيقة جزء من منظومة زد، ولكن النهاردة حصل اتصال ما بين مسؤولي اتحاد الكرة ومسؤولي نادي زد للاستعانة بالكابتن علاء نبيل الفترة القادمة، ونادي زد شاف ان هو عليه دور مجتمعي كبير نحو الدولة المصرية او الكرة المصرية، ان لو في كادر كبير فان هو لازم يروح عشان يبقى فيه افادة للكرة المصرية، والاندية تقدر ان هي تستعين تاني وتجيب تاني شباب صغيرين. اكيد اضافة كبيرة جدا وجود الكابتن علاء نبيل في هذا المكان في اتحاد الكرة بعد فترة خبرة كبيرة جدا 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 اخذها في السنوات الماضية. كابتن علاء مساء الخير والف مبروك. الله يخليك يا كابتن سيف، والمقدمة الجميلة دي يعني والله يا كابتن عملنا يعني الحاجات دي ما بنعملهاش كده ببلاش، بس يلا عشان خاطر لا والله يا كابتن سيف انا يعني مش عايز اقول لك الفترة اللي فاتت في زد كنت يعني سعيد جدا جدا جدا، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت ان يعني بعد ما اتصلوا بيه في الاتحاد وتمت الموافقه يعني على اساس احنا فعلا يعني بندعموا الرياضه في مصر، فبشكرك ويا رب كده يبقى بدايه خير ونعمل حاجه لبلدنا، لان فعلا يعني بلدنا تستحق كل خير. يعني الناس يا كابتن منتظره هو علاء نبيل جاي بمدرسه ايه؟ جاي بفكر ايه؟ هنطور ازاي؟ الهرم بقاله فتره الناس بتنادي ان مقلوب، الاهتمام بالمنتخب الاول والناشئين مش موجودين، البنيه التحتيه، القصه، طموحك ايه؟ هتشتغل ازاي؟ والله يا كابتن الاهتمام الكبير ان شاء الله هيبقى بقطاع الناشئين اللي هو يعني تمتلكه مصر بمواهب فذه ومحتاجه فعلا رعايه ومحتاجه تخطيط ومحتاجه سيستم نمشي عليه، لان فعلا هو ده المستقبل. لان احنا خلينا نبقى واقعيين، الفترات اللي فاتت كلها في دروبات بتحصل، لكن الاهتمام بالناشئين تحت بنحط السيستم على اساس المسيره تكمل ويبقى في دايما تواصل للاجيال، هو ده الهدف طبعا الرئيسي ليا. وان شاء الله طبعا انا لسه هقعد مع اتحاد الكوره ونشوف ونتكلم على الاهداف اللي هنشتغل عليها وعلى السيستم، وهقعد احط بلان للموضوع ده بحيث هو يستمر سنين، ما يجيش فتره ونلغي كل حاجه، احط بلان، لان فعلا احنا محتاجين جدا جدا تطوير في المواهب اللي تمتلكها مصر، وان شاء الله تجني استثمارها. يعني هل يا كابتن ممكن بدون الدخول في تفاصيل او اسامي، هل ممكن يحصل تغيير فأسماء أجهزة فنية في قطاع في منتخبات الناشئين؟ يعني كان المفروض أن حضرتك تيجي ثم يتعين المنتخبات، منتخبات تعينت ثم حضرتك جيت، هل ممكن يبقى ليك رؤية في تغيير بعض الأسماء في الأجهزة الفنية للمنتخبات؟ أكيد طبعا كابتن أكيد، وأنا لما أقعد مع الاتحاد لو رديت عليا أي رد غير كده كانت هتبقى الأمور صعبة. لا طبعا، لا بيكون ليا دور كبير ولازم يبقى فيه اختصاصات، وهبقى هقعد معاهم ونتكلم في اختصاصات قوية تخص المنظومة، وبحيث كثرة التدخلات وكثرة الآراء بتجيب فشل، فلازم يبقى في اختصاصات، والحمد لله أنا عندي ذاكرة كاملة بالمدربين الموجودين في مصر، وزي ما احنا هنبقى لينا دور في تطوير اللعيبة كابتن سيف هيكون ليا خطة في نطور مدربين. لازم المدربين، احنا النهاردة قاعدين نقول هو مين اللي يمسك منتخب مصر، كلمة يعني كلمة قاتلة. صح. لازم ندور مدربينا ونستفيد بيهم ونعلمهم ونطلعهم معاشات، ويبقى في دور كبير جدا للاتحاد اللي هو للمنظومه، الاتحاد مقصور على المنتخب. صح. منظومه الكره كلها تحت خدته، تمام؟ فلابد ان احنا نطور اللعيبه ونطور المدربين
وان يبقى عندنا قاعده كبيره جدا من المدربين نعرف نختار ونعرف نشوف مين الاصلح للسن المناسب، والاختيارات تبقى بدراسه قويه جدا. وطبعا انا يعني معظم مدربين مصر انا اعرفهم تمام، فطبعا كل ده هيبقى في القعده اللي موجوده مع الاتحاد، هيكون في اختصاصات تخص المدير الفني للاتحاد ويتم الاتفاق عليها بحيث ان احنا نعمل حاجه صح البلد. شايف النهارده في بيان عامله احمد عبد الله ومسؤولي زد وهيثم يعني بيودعوك وبيشكروك. لا كان بيان قوي جدا بصراحه يعني، وانا يعني طبعا انا بشكر، انا ما شفتش غير كل حاجه حلوه في زد بصراحه كابتن سيف، وبشكركم كلكم لان كنتوا فعلا جادرين بالحب والاحترام، لان فعلا انتوا الناس بروفيشنال بتشتغلوا لصالح الكره المصريه. وكان بيان قوي ان يعني نادي بيهني يعني رئيس قطاع الناشئين اللي هو راح في بوزيشن تاني، بجد يعني حاجه في قمه الرقي. وانا بشكركم جميعا، وان شاء الله يعني هنتجمع قريب ان شاء الله على خير يا رب. في عشاء عندك يا كابتن مستنيين ان شاء الله. توم ابو كباتن توم. بشكرك كابتن، بشكرك الف مبروك كابتن علاء نبيل، واحد الحقيقه من الشخصيات اللي بكن لها كل احترام، واحد من الناس الحقيقه العظيمه جدا اللي قابلتها في الوسط الرياضي، واحد من الناس النظيفه المحترمه، ولاد الناس اللي عنده رؤيه، اللي عنده حاجات كتيره جدا 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 جدا. بتمنى له يا رب ان شاء الله باذن الله كل التوفيق وكل النجاح.